أخي المشاهد، إذا كنت تشاهد الفيديو لأول مرة في قناتنا، فضلا ليس أمرا اضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أخي المتابع المشترك الكريم في قناة كشف الكنوز، نرجو تشجيعنا والضغط على زر لايك والمشاركة لهذا الفيديو. مرحبا بكم إخواننا جميعا، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الشيقة التي عنوانها الأشجار وموضوع الأشجار وعلاقتها بالكنوز والدفائن. هذا الموضوع كثير له أهمية إخواني، ولذلك جعلنا حلقة على نتكلم فيها بهذا الموضوع. كما تشاهدون معنا هذه الشجرة التي فيها علامات غريبة جدا، ويعني لا تظهر على نفس الشجرة بنفس المواصفات بنفس العمر بنفس الأرض بنفس المنطقة أكثر من 10 أشجار من أخوات هذه الشجرة، لا توجد فيها أي شيء إلا هذه الشجرة. طبعا إخواني، الأشجار لها قصة طويلة مع الكنوز والدفائن، سوف إن شاء الله نشرحها في هذه الحلقة. لكن كما تشاهدون هذه العلامات الغريبة، هذه العلامات الموجودة ليست يعني ليس بها أي سبب، يعني إن كان في الشجرة أو إن كان في يعني نفس الشجرة نفس منطقة توجد كثير منها، إنما هذه الشجرة بالذات. طبعا نبدأ على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني، بالنسبة لموضوع الأشجار، كان القدامى الحضارات القديمة الآشورية اليونانية وما قبل وما بعد من الحضارات المتعددة الرومانية أيضا، كان عندهم يعني نوع من المعتقدات أن الشجر هو حارس، الشجر يعني له روح، منه الخير ومنه الشر. فكان أحدهم إذا أراد، هذا معتقد قديم من هذه الحضارات التي عددناها إخواني، كان عندهم يعني اعتقاد بأنه حينما إذا أراد أن يحرس الدفين فيحفر له ويغرس غصن شجرة أو نسميها في العامية الشتلة. فكان إذا ويأتمن، وطبعا له يعني طقوس خاصة بهم، أن يؤمن هذا الدفين عند هذه الشجرة. طبعا وكان يعني يؤمنون أو يعتقدون بأن هذه الشجرة لها حراس الجذوع، الشجر الأصول الجذوع من الشجر هي التي تحرس الدفين وتشبك الدفين فتقفل عليه، وأن الشجرة هي يعني كروح الإنسان، لا أحد يستطيع أن يعني يأتي صوب الدفين، لا أحد، كما هو حال الرجل. كانوا يعتقدون بأنها رجل قوي جدا، لا أحد يستطيع أنه يأخذ الدفين إلا بصعوبة وكذا. وكان أحدهم حينما يشتل هذا يعني الشتلة الشجرة الصغيرة، فيقول إذا رجعت يعني من زمن قريب سوف أعود أعرف الشجرة التي زرعتها. وكانوا يختاروا إخواني الشجر المعمر، يعني عندك مثلا السدر في المغرب العربي، عندك الغوز، في أيضا شجر الزعرور البري، وفي أشجار البرية التي معمرة هي كثيرة، وأشجار الزيتون المعروفة إخواني في بلاد الشام. طبعا إخواني، فما علامات وما دلالات على أنه يعني هذه الشجرة لها دفين أو يوجد تحت هذه الشجرة دفين؟ من قديم إخواني قصة حكى لي أحد الأصدقاء، يعني أنه إنسان كشف دفين عن طريق شجرة، لاحظ أنه من بين 20-30 شجرة عنده هذه الشجرة الوحيدة التي هي تشققت تفسخت وبدأ أغصانها بالظهور من تحت الأرض، يعني ترتفع عن الأرض، وبدأت الأوراق تصفر ولم يكن بها أي مرض. جاب يعني أتى بمهندسين، أتى بزراعيين، أتوا بخبراء أطباء، فقالوا أنه الشجرة لا تشكو من شيء، يعني إنما هو حقق ورا الموضوع. فسبحان الله، يعني كان ألهم الله سبحانه وتعالى، طبعا كل أسباب من الله، أنه تحت هذه الشجرة يوجد شيء ما أو دفين، يعني بدون أي سبب، يعني بدون علة، اصفرار أوراقها، تفسخ
الشجرة بالذات خروج الجذوع، أصول الجذور من تحت الأرض، يعني خرجت وظهرت بدون سبب، وكان يضع التراب هو. فكثافة المعادن التي هي أو الدفين إذا كان ثقيلا وبه معادن يعني كثافة لها كثافة معينة وثقيلة ولها يعني ترسبات معدنية قد لا تحتمل الشجرة أيضا في مرور الزمن، مرور الزمن فتترسب الرواسب والسميات في التربة، فلذلك قد تتضرر الشجرة، وهذا الضرر قد يكون ظاهرا، فيستطيع الإنسان أن يستدل بهذه الأشياء. يعني من علامات إخواني أيضا علامات أنه يعني الشجرة التي يشك بأن تحتها دفين أو حولها دفين، كما قلت لكم إخواني اصفرار الورق يعني إلى اللون الأصفر الورق بدون أي سبب، التشقق وظهور علامات كما هذه التي تشاهدونها، علامات يعني غريبة، وكما أنه بنفس الشجرة لها كثير من أخواتها بنفس المنطقة، لكن هذه الشجرة الوحيدة مثلا التي لها هذه علامات يعني غريبة، شيء غريب يعني. طبعا نحن دهنا يعني عملنا دهان أبيض على الشجرة عشان توضح لكم، وفعلنا كذلك مع عدة أشجار حتى تكون واضحة الملامح التي نريد أن نؤشر عليها بالضبط إخواني. نعم كما تشاهدون يعني علامات غريبة ومميزة، ونفس الشجرة ونفس النوعية وبنفس المنطقة، إلا هذه الشجرة الوحيدة التي يعني لها هذه الأشياء. طبعا إخواني علاقة الأشجار بالدفائن علاقة جدا قديمة، كما أسلفت قبل قليل، وأحدى الحضارات كانت تسمي الأشجار يعني الحراس الأوفياء، يعني هم كانوا يضعون الدفين، أحيانا لا يجوز أن عندهم في معتقداتهم أن لا تضع الدفين إلا أن يكون يعني إذا كان دفين جديد أن تغرس فوقه الغصن الجديد يعني الصغير، يعني حيث إذا أتمنته يطيل العمر ويكون من الأشجار المعمرة، ويعني تستطيع لو عاد أولادك أو عاد أحد من أقربائك يسترجع هذا الدفين سيجد علامات، سيجد شيء، سيجد نوعية هذا الشجر المعروف، وبذلك يستطيع أن يعني يستدل على هذا الشيء. نعم إخواني كما تشاهدون هذه الشجرة يعني مختلفة وفي غير منطقة، يعني التفسخات هي أيضا تفسخ بدون سبب، طبعا نحن نقول بأنه نتأكد إذا كان علة مرض أو سبب يعني زراعي أو بالمنطقة يعني ممكن أن يكون، لكن إذا لم يتأكد شيء وكان كله سليم ولا هناك أي سبب يعني في الموضوع إلا يعني بدون أي سبب بدون أي شيء ظاهر يعني معروف لدى الزراعيين وكذا، فيشك بأن هذه الأشياء هي علامات إخواني قد يكون تحت معادن، وهذا الأمر يعني مجرب كثيرا ومعروف معلوم يعني لدى الكثيرين، يعني حتى الإخوة الزراعيين والفلاحين يعرفون هذا الأمر جيدا، وذكرت لكم القصة التي اكتشف أحد المزارع عن طريق شجرة تتفسخ وتظهر، و اقتلع الشجرة فوجد دفين الأشجار الكبيرة المعمرة إخواني تحتضن في جذوع أصل الجذور من تحت الأرض تحتضن الدفين، فيكون صعوبة يعني على أي مكتشف أو أي منقب حتى أنه ممكن إن لم يرى هذه الإشارات والعلامات والدلالات. نعم هذا التفسخ وهذا أيضا ظهور الجذوع بدون سبب، يعني نقول أنه في تربة وفي كل شيء لكن تظهر بشكل، لاحظ إخواني يعني أردت أن أريكم بشكل عملي حتى يكون ذلك واضح، يعني كيف يعني تظهر الجذوع وجذور أصل الجذور تحت الأرض لهذه الشجرة. وعددنا لكم إخواني يعني موضوع أنواع هذه الأشجار، نرجو أن نكون قد قدمنا لكم الفائدة والهادفة إن شاء الله والمفيدة لكم جميعا. أبارك لكم إخواني جميعا في شهر رمضان المبارك، تقبل الله منكم الصيام والقيام والطاعة، وإن شاء الله
مبارك عليكم شهر رمضان المبارك ورمضان كريم، واجعل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله خير وبركة وإن شاء الله ورحمة وفرج على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نستودعكم الله، السلام عليكم.